كيف أكون من أهل القرآن؟ احفظ كتاب الله واعمل به قدر استطاعتك. ما الفرق بين المشرك والكافر؟ يتفقان ويختلفان، يتفقان في مواطن ويختلفان في مواطن. فالكفر منه من معني التغطية والجحود والنكران، والشرك يقر بالله ويعبد مع الله إلها آخر. فالشرك كفر، يعني يجحد وحدانية الله سبحانه وتعالى، يجحد وحدانية الله سبحانه. أما الكفر فالتغطية، تغطية الحقوق، جحد الحق، ومن أعظم الحقوق حق الله علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا. هناك تفصيل واسع، وأنصحك بمراجعة كتاب ذلكم الله ربكم وتابعه.